هذه المناسبة في الحقيقة لما أقر السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هذا اليوم، يوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، وهو اليوم الذي تم فيه تحوير جيش التحرير الذي أدى المهمة كاملة وتحويره في 4 أوت 1962 إلى جيش الوطني الشعبي، إلى الجيش الوطني الشعبي الذي حمل هذه الأمانة بكل قيمها، بكل مبادئها، بكل روح التضحية التي حققت استقلال الجزائر. فإقرار رئيس الجمهورية بهذا اليوم هو عرفان الأمة ككل، هو عرفان وتقدير كل الشعب الجزائري لما قدمه الجيش الوطني الشعبي أفراد وإطارات منذ بداية الاستقلال، لأن الجيش الوطني الشعبي انخرط في مسيرة البناء والتشييد غداة الاستقلال، لأن المستعمر الفرنسي ترك الجزائر في تدمير قرى بدون معالم البناء، ولكن الجيش الوطني الشعبي آنذاك كان القوى الحية المنظمة سليلا لجيش التحرير الوطني، انخرط بكل قواه في مسيرة البناء والتشييد وحقق نتائج كبيرة جدا في بناء الجامعات، المستشفيات، القرى الاشتراكية، السد الأخضر وغيرها من المساهمات. وكان الجيش حاضرا في كل الملمات طيلة مسيرة الجزائر إلى أن جاءت المنعرج الحاسم في مسيرة بلادنا، وهي مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، هذه المرحلة الخطيرة، الأزمة الأمنية، أين جابها أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى جانب كل الأسلاك الأمنية والمخلصين في هذا الوطن، جابه المشروع الظلامي الإرهابي الوحشي الذي أريد من خلاله إركاع الجزائر، تدمين الجزائر، ضرب كيان الدولة الجزائرية. وقف أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى جانب كما قلت المخلصين وكل الأسلاك الأمنية، وقفوا سدا منيعا وحافظوا على الجمهورية. وبالتالي إقرار سيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هذا اليوم هو عرفان كبير، هو عرفان الأمة كل بهذه الترحيات. نعم. اليوم 4 أوت، الذكرى الثالثة، يكرم السيد رئيس الجمهورية، سيكرم 4 فئات من هؤلاء من إطارات جيش التحرير الوطني الذين أكملوا المسيرة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وسيكرم أيضا عائلات شهداء الواجب الوطني ممن جابه الإرهاب الهمجي، سيكرم اليوم أيضا كبار الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب، ويكرم أيضا فئة أخرى من جرحى في إطار مكافحة الإرهاب والذين لا يزالون في الخدمة. دلالات هذا الوقوف هو يعبر بصدق وبإخلاص بأن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ومن خلال إلائه الأهمية الكبيرة لملف الذاكرة هو يجسدها من خلال آليات، من خلال هذه الأيام التي تبقى راسخة وتحتفل بها الأجيال المتلاحقة، لأن إنجازات الجيش الوطني الشعبي هي من صميم هذه الذاكرة الوطنية، ذاكرتنا الوطنية بإنجازاتها، بتضحياتها، بآلامها، هي التي تصنع قوة الجزائر، صنعتها وتصنعها اليوم وستصنعها في المستقبل. وبالتالي دلالة هذا الاحتفال هو الاهتمام بهذه الذاكرة التي تمثل وتعتبر الشحنة الإيجابية التي تحتاجها الجزائر اليوم حتى تمضي قدما نحو وجهتها الصحيحة، نحو التنمية الاقتصادية، نحو الازدهار على كل المستويات.